عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله طلاب وبياكم. ننتقل اليوم إن شاء الله إلى البحث الأخير في مادة الفيزياء اللي هو الإلكترونيات. طبعا مطلوب مني دروس معينة من بحث الإلكترونيات. في عنا الدرس الأول اللي هو انتزاع الإلكترونات وتسريعها مطلوب. في عنا الأشعة المهبطية مطلوب. الفعل الكهروحراري مطلوب والأشعة السينية وشيء من الليزر. نبدأ بانتزاع الإلكترونات وتسريعها. طبعا في نهاية الدرس يجب أن نكون قادرين على التعرف على الطاقة الكلية للإلكترون في مداره، ونستنتج علاقة طاقة انتزاع الإلكترون حر من سطح معدن. نشرح طرق انتزاع الإلكترون ونستنتج علاقة سرعة خروج الإلكترون من منطقة يسود حقل مغناطيسي منتظم سرعته البدائي معدومة. كذلك نستنتج معادلة حامل مسار الإلكترون في منطقة يسود حقل مغناطيسي حقل كهربائي منتظم سرعته البدائية عمودية على خطوط الحقل الكهربائي الحقل الكهربائي. طلابنا في أسئلة نظرية هامة جدا في هذا الدرس. السؤال الأول اللي هو شرح طاقة الكترون ذرة الهيدروجين في مداره. طبعا لذرة الهيدروجين يوجد الكترون واحد، فذرة الهيدروجين تحوي الكترون واحد، هذا الكترون يدور على مداره. طيب ما هي طاقة الكترون ذرة الهيدروجين على مداره؟ إن الطاقة الكلية للإلكترون في مداره تتألف من قسمين. القسم الأول طاقة كامنة كهربائي ناتج عن تأثير الحقل الكهربائي للنواة، وهو القسم السالب. إذن الكترون ذرة الهيدروجين فنواة موجبة والإلكترون السالب، فهناك طاقة كامنة. هذه الطاقة هي طاقة جذب نتيجة الحقل الكهربائي للنواة. النواة موجبة والإلكترون سالب. نعم، فهناك طاقة بنسميها طاقة كامنة كهربائي. هذه الطاقة تقوم على جذب الإلكترون باتجاه النواة، طبعا وهي القسم السالب. ثانيا الطاقة الحركية الناتجة عن دورانه حول النواة. طلابنا أي شيء يدور هناك طاقة نابذة نحن نسميها، وهي قسم موجب. أثناء دوران مركبي مثلا أو سيارة على منعطف دائري بسرعة كبيرة، يمكن لهذه المركبة أن تتعرض لقوة نابذة فتقوم بتسوي حالة تقلب باتجاه الخارج. نعم، فأي جسم يدور هناك قوة ناتجة عن دورانه، طاقة ناتجة عن دورانه، وهي قسم نسميه قسم موجب. فالنواة طلابنا موجبة، النواة موجبة، هذه النواة موجبة. هذا الإلكترون يدور حول النواة، هذا الإلكترون السالب. فهذا الإلكترون ما هي طاقة الإلكترون عندما يدور على مداره؟ طاقة جذب للنواة له وهي سالبي، وطاقة نابذة ناتجة عن دورانه. إذن الطاقة الحركية الناتجة عن دورانه هي القسم الموجب. مجموع الطاقتين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية نسميها طاقة الكترون ذرة الهيدروجين على مداره. برقميا هذه الطاقة تعطى بالعلاقة ناقص 13.6 على إن مربع. إن رقم المدار، إذن حيث إن هو رقم المدار. طبعا طاقة الإلكترون الطاقة تقدر بالإلكترون فولت أو بالجول، الإلكترون فولت أو بالجول، طبعا وهي طاقة سالبة لأنها طاقة ارتباط.
تشكل طاقة التجاذب الكهربائي الجزء الأكبر منها، والقيم المطلقة لهذه الطاقة تتناسب عكسا مع مربع رتبة المدار. إذا إن هو رقم أو رتبة المدار، تزداد هذه الطاقة بازدياد رتبة المدار، نعم، وتصبح صفر في اللانهاية. يعني الطاقة إن تزداد كلما زاد رقم المدار وتصبح صفر في اللانهاية. كيف يعني؟ طلاب نحن عندنا إن تساوي ناقص 13.6 على إن مربع. يعني أنا إذا حطيت واحد المدار الأول بيكون طاقته 13 ناقص 13.6. البعده إذا حطيت المدار الثاني 2 صار 4، يعني 13 يعني على 4 حوالي 3 مثلا، وهكذا. إذا ناقص 3، إذا ناقص 13 هو أصغر من ناقص 3، فقيمة الطاقة الكلية تزداد ليك وتبدأ من 13.6، بعده أكثر ناقص 3 وهكذا حتى تبلغ صفر. إذا تزداد اللي هي قيمة سالبي نعم تحت صفر، فهذه القيمة تزداد كلما ابتعدنا عن النواة وتصبح صفر في اللانهاية. يعني الإلكترون عندما يصبح خارج الذرة نهائيا فطاقته صفر، طاقة ارتباطه بالنواة أو بالذرة صفر، فلا يوجد طاقة، أصبح حر. نعم. بيجينا سؤال، استنتج أو ادرس أو اشرح طاقة الكترون ذرة الهيدروجين على مداره. نقول طاقة كامنة كهربائية ناتجة عن الشحن الموجب للنواة أو تأثره بالحقل الكهربائي على النواة وهي قسم سالب. اثنين، طاقة حركية ناتجة عن دورانه حول النواة وهي قسم موجب. فالطاقة هي مجموع الطاقة الكامنة زائد الطاقة الحركية.